ربنا سبحانه وتعالى بيستر على عبيده، بيستر علينا، وربنا بيستر علينا عشان بيحبنا، فبيستر علينا وبيدينا فرصة ان احنا نعيد التفكير في اللي احنا بنعمله، ان احنا نتوب عن اللي احنا بنعمله، ان احنا نصحح اخطائنا، اوكي، ونصوب اخطائنا ونصلح الطريق اللي احنا ماشيين فيه. انما تعالوا نقول ببساطة، ربنا برضو يعني مش هيسيب لنا كده السايب في السايب. بيستر علينا، انما للستر رصيد. رصيد الستر انت لو استهلكته، لان الستر ده على فكرة ايه؟ تعال نقول الستر ده مش بس في انك واحد بيخون وربنا بيستر عليه، لا، الستر ده يا جماعة، الستر ده في الصحة، الستر ده في الرزق، الستر ده في الحوجة، الستر ده في كل حاجة. فده رصيد ربنا مديهولك. لما تستهلكه كله وفجأة تتكشف ويتكشف رصيدك، وتبقى خلاص حتى ما فيش سحب على المكشوف، وفضايحك تبقى بجلاجل، وصحتك تتدهور، وفلوسك تضيع، ورزقك يضيق، والدنيا تبوظ، بترجع طلتم وتقول ربنا سبحانه وتعالى بينتقم مني. ربنا ما بينتقمش، ربنا اداك بدل الفرصة 10 فرص، 100 فرصة، 1000 فرصة، 1000000 فرصة، وانت مع الأسف ما احترمتش ده، ما فكرتش في ده، واستنفذت رصيد الستر اللي عندك. وبالتالي دي كانت النهاية المحتومة ليك.